الصور الأولى من حفل زفاف عبد الرحمن نجل محمد فؤاد. انتهت منذ قليل التجهيزات النهائية لحفل زفاف عبد الرحمن ابن النجم محمد فؤاد المقرر أن ينطلق بعد قليل باحدا الفنادق الكبرى بالقاهرة. ومن المقرر أن يشهد حفل الزفاف حضور عدد كبير من نجوم الفن في الوسط الفني، وسيحيي الحفل عدد من المطربين. واحتفل محمد فؤاد الأيام الماضية بعقد قران عبد الرحمن، وحضر حفل القران عدد كبير من نجوم الفن. عقد قران ابن محمد فؤاد في أول شهر مارس الماضي، احتفل الفنان محمد فؤاد بعقد قران نجله عبد الرحمن بحضور مجموعة من نجوم الفن. وكان قد قدم الفنان محمد فؤاد تحية خاصة لمصر في فقرته بحفل كاس التسع صباح اليوم، بعدما غير كلمات أغنيته الحب الحقيقية إلى السعودية حبيبي. وقال الفنان محمد فؤاد ردا على تحية الجمهور: 3 مليار تحيا مصر، إحنا من غير مصر ولا حاجة. تحية لكل فرد عربي شال في قلبه حب لمحمد فؤاد وزميله، ويا رب كل الخير للوطن العربي. وعلى جانب آخر، أعلن الفنان محمد فؤاد عن تعاونه مع المستشار التركي آل شيخ في عمل سينمائي جديد، وذلك في تصريحات علي هامش حفله بالمملكة العربية السعودية. وأوضح محمد فؤاد عن تعاونه مع المستشار التركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية وشركة بنشمارك في إنتاج فيلم سينمائي ضخم. وقال محمد فؤاد: معالي المستشار أبدى نيته، إنه يعمل أحسن فيلم لمحمد فؤاد وأكبر فيلم سينمائي. وأضاف: عملنا إسماعيلية رايح جاي، وبفضل الله فتحنا مع المجموعة المشاركة في الفيلم الباب لكل جيل الشباب، وعملنا طفرة في السينما بعدما كانت قفلت خالص، وإن شاء الله ستكون نقلة سينمائية كبيرة على إيد بنشمارك، ومفاجأة كبيرة، الفيلم اسمه قلبي في نيويورك، وهتتفرج على فيلم عبقري.